ركعة الوتر مع دعاء ليلة 29 من شهر رمضان المعظم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،
ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد سهامهم وثبت أقدامهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعينون، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصرون، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم فل جيوشهم ودك عروشهم وشل إيمانهم وهد أركانهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم أبد خضراءهم، اللهم نكس رايتهم، لا تقم لهم دولة ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا جبار يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أسدى إلينا معروفا ولمن دعا لنا بظهر الغيب، اغفر لنا يا ربنا أجمعين.
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.